ضيفتنا هلا مشاهدينا عملها المحاسبة وشغفها الرسم. هلا يمكن تقولوا مجالين ما بيشبهوا بعض، صحيح، الأول كله أرقام وحسابات وقوانين، والثاني ما له قيود ولا حدود وبينبع من الخيال. هي برعت بالمجالين، ولكن اليوم عم بتركز على الرسم وعم بتحضر لمعرض كان مصدر إلهام والفضاء. رح تخبرنا أكثر عن عملها وعن شغفها كريستين رحمي. أهلا وسهلا فيكي كريستين. فنانة تشكيلية وكمان سيدة أعمال متخصصة بالمحاسبة. نعم. ما عرفت كيف أقدمك بصراحة، أنت كيف بتعرفي عن حالك كريستين؟ يعني كريستين رحمي من عينيتها الأرز، خلقت ببعلبك وتعلمت المحاسبة، درستها يعني تخصصت. نعم. فيها وكانت اختصاصي. الرسم عطول هو هوايتي من أنا وصغيرة، يعني من اول وصغيره، يعني لما كنا بالمدرسه مشيتي بالطريقين بنفس الوقت. يس. ولكن عندك اكثر من 20 سنه خبره بمجال المحاسبه، بتشتغلي بدقه بالارقام وبتشتغلي كثير منيح تحت الضغط، يعني ظروف كثير بعيده عن حياه الفنان اللي عاده بيشتغل حسب مزاجه وحسب الهامه. قد ايه في تناقض بين هالمجالين؟ انا حسيتهم مثل بعضهم بصراحه، لانه هن اثنيناتهم فيهم دقه واثنيناتهم فيهم بدك طولة بال لحتى تعمليهم. فمن هيدي الناحية فيك تدمجيهم مع بعضهم تطلعي من حياتك الأكاديمية وتروحي على حياتك الخاصة وتعبري عن ذاتك بالرسم. ف توتالي اثنيناتهم ديفرنت، بس هن اثنيناتهم أنا بالنسبة لإلي بيمثلوا نفس الشيء. كريستين، دراستك او اختصاصك بالجامعه كان بعيد عن الرسم والفن، وكمان كان بعيد عن المحاسبه كبدايه، اخترت كبدايه لدراستك الحقوق. مزبوط مزبوط، بس الحرب عندنا بلبنان ما بتخليك تكفي شيء، فكان كثير الجامعه كانت كراود كثير، يعني كنا شيء 1600 شخص. عجقة الطلاب لأنه ما كان في، يعني الجامعة كانت مفككة بأيامها بال 83 84. نعم. فحبيت أنقل على المحاسبة لأنه أوريدي اشتغلت فيها أنا وعم بدرس المحاماة. لما اخترتي الحقوق أو المحاماة، شو كنت حاطة ببالك كمهنة لنفسك؟ محاماة. يعني فكرتي أنه أنت بدك تمارسي المحاماة كمهنة. يس. وبنفس الوقت بلشت تاخدي دروس بالرسم. اي مزبوط، وقبلها كنت عامله معرض بدوما. نعم. كمان بورتري، بس كنت عملته بالانك وكان كله اوتلاينز. وبعدين وقفت لانه ما عاد صار في مجال، فت بالدراسه والجامعه وهيك شغلت شوي. ولكن الرسم او حبك وشغفك لهالفن وين ظهر بحياتك؟ كيف ظهر؟ من الطفوله كنت ترسمي؟ ايه من الطفوله. اول جائزه اخذتها باللوريون لجور كانت بتحكي عن الحرب اللبنانيه، و ثاقبت انه الرسمه هي اللي نجحت يعني نعم بالمجلة. وبس أنا ما قدرت أروح على تستلمي الجائزة؟ لا، هو كانت تستلمي الجائزة بدك تروحي على ديزني لاند، فكان الحرب والوالدة ما خلتني أروح لأنه الوالد كمان كان مسافر بهيدي الفترة، فهي ما قبلت تاخذ على عاتقها هيدي المسؤولية. وهيك كريستين، واضح يعني لفت الأنظار من صغرك، حبوا أعمالك ويمكن ظهرت الموهبة من عمر صغير. ليش ما فكرتي بالرسم كاختصاص بالجامعة؟ بصراحة كمان ظروف الحرب وظروف الحياة؟ لا نو 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 نو، كان يعني كان اتجاهاتي غير كليا، يعني الرسم كان كلنا بالبيت بنرسم، يعني كان مثل لعبه بين ايدينا، كان هوايه، يعني جو الفن والرسم كان موجود بالبيت. كلهم بيرسموا، يعني واحد بيرسم طبيعه، واحد بيرسم بورتريه، واحد بيرسم بادي، انه كل واحد بالبيت عنده موهبه شيء. فكان على طول انه بس يقولوا لنا اقعدوا اعملوا هيك، نرسم اللوحه. نعم. يعني ونعملها نقلدها نجيبها مثل ما هي. بس ولا مره فكرت فيها، يعني انه كانت هوبي عندي وبعدها لهلا هوبي يعني. نعم. البورتريات كمان من البدايه بترسميهم وجوه؟ ايه البورتريه. ايه اول معرض بدوما كان كله بورتريه، بس كان مثل ما قلت لك. اي سنه هيدي كريستين؟ تقريبا 84، بال 84 وكان لشي 3 كل اعمالك كانت مركزه على الوجوه بوقتها؟
بوقتها ايه. ليش الوجه؟ شو اللي بيجذبك للبورتريه؟ بالوجه بتلاقي يعني الوجه هو بيعبر عن شخصية الإنسان وعن داخله وعن كل الأحاسيس اللي فيه، يعني بيقدر من خلال وجهه تعرفي هو من شو مكون. من الحقوق وإلى جانب الرسم انتقلتي للمحاسبة كمان، هون كان في سبب معين أو حبيتي؟ لا، المحاسبة أنا كنت عم بشتغل فيها، يعني ضمن هيدا الدومين بلشت مع محاسبجي اشتغل وحبيتها، يعني حبيتها أكثر من الحقوق، لأنه الحقوق بتحسيها جامدة، إنه بالمحاسبة على طول في عندك تريكس بدك تجربي تكتشفيهم، ثبات وأرقام وتركيز وتحليل إذا بدك كمان. إيه، فهيدا يعني غير الدروا كليا، فانتقلت عليها لأنه حبيتها. غريب شوي كريستين قصتك، لأنه عادة اللي بيبرع بالأرقام والحسابات والعلوم ما بيكون عنده حس فني، ما بيكون عنده ميول للفنون. أنت برعتي بالاثنين بالمجالين، وكمان عندك هوايات عديدة مش بس الرسم. ثاقبت كلهم هيك مدموجين ببعضهم. هو الإنسان لما بدك تعطي وقتك لكل شيء، يعني عندك وقت تعرفي كيف تستغليه لحتى تطلع الأشياء حلوة، فكل بارت بتعمليها لحالها تطلع هي جميلة بحد ذاتها. يعني إلى جانب الرسم عندك التصوير الفوتوغرافي، عندك الأشغال اليدوية البريكولاج، بتحكي عدة لغات، كلها العلاقة بالفنون. تندمي لأنه ما ركزتي على هالمجال من البداية؟ لا، بعد شي وقت. بعد شي وقت. بعد شي وقت. حلو حلو. شو الأشياء اللي كنت ترسميها غير البورتريات؟ أكيد كله أشياء عمل لوحات زيتية من البداية. إيه إيه كلهم أويل. يعني الوالد كان يصر إنه أعمل لوحات مثل ماري وجيزوس، وهو نعم. بحبهم لأن هيدول، فكان لوحات دينية. دينية إيه، فكنت أعمله إياهم. حلو. فكرتي بالأيقونات شي مرة؟ إيكونز لا بعد. معقول عندك هالميول كمان؟ ايه عندي. بين المحاسبة وبين الرسم كيف كنت تقسمي وقتك؟ يعني الأرقام والحسابات بدها دقة، بدها تركيز، يعني عمل بالفعل متعب. أمتى كنت ترسمي؟ بالليل. أنا يعني المحاسبة بالنهار مثل كل العالم بيروحوا على الشغل بالنهار، من عشية عندي وقت كتير يعني فراغ، ف بقضيه بشيء انه انا بحبه. نعم. هوايتي. عم نشوف لوحات كريستين على الشاشه نحن وعم نحكي، يا ريت تخبرينا شوي عن بعض الاعمال. هيدول اعمال قديمه قبل البورتريه، جيزوس وماري، هيدي قرنت السوداء، هيدا شفال، هيدول ريبرودكشن، هيدي لافان جوف، هيدول في زبونات. عندك شركة متخصصة بإعادة أعمال لوحات شهيرة؟ ايه، مش كل واحد في يشتري لوحة الفنان اللي صحيح. بيكون فبيطلبوا انه نعمل لهم اياها ريبرودكشن، بنصب لهم اياها مثل ما هي تقريبا. طب الأصل تعمليها أو بتضيفي عليها شيء منك؟ أكيد أكيد مش طبق الأصل، ما في شيء بيطلع كوبي كونفورم. نعم. يعني وأكيد روحي أنا فيها بقلبها، يعني التاتش تبعي موجودة. تتذكري أول معرض قدمتيه كريستين أي متى كان؟ أول معرض كان بال 84 بدوما. بورتريات كان بوقتها؟ كان بورتريه بهدول اللوحات، يعني كان بعدني هيك تين ايجرز، يعني بعمل الاوت لاينز والدوتس باللوحه. نعم. بس كانوا يعبروا عن الشخص الموجود فيها. ومن وقتها بتعملي لوحات على الطلب، يعني اذا شخص حابب شيء معين بده يتجسد بلوحه بيعرض عليك الفكره وممكن تنفذيها. ايه بنفذ له اياها، بس بنفذ له اياها ضمن شروطي انا، يعني انا عم بشتغل على البوب ارت مع البونكتيشن، يعني غير ستايل كليا عن الكلاسيك البورتريه المعروفه. نعم.
بدنا نحكي شوي عن المعارض اللي شاركتي فيها. كان في عدة معارض شاركتي فيهم، منهم Visual Arts Forum و Embracing Talents كمان. كم عمل قدمتي بهالمعارض؟ هيدول قدمت البورتريات فيهم، بس كانوا البورتري لحالهم كانوا عبارة عن شي 25-30 لوحة لفنانين مشهورين عرب وأجانب. حبينا نضوي على هيدا البوينت لأنه أنا حابة كفي فيهم كمان بعد، يعني حابة قد ما في أعمل بورتري للفيوتشر. بعدك ترسمي بس بالليل كريستين؟ بعدني برسم بالليل. وحسب مزاجك، حسب إلهامك؟ إيه حسب مزاجي، لأن أنا إنسانة كتير مزاجية، يعني نعم. اليوم في أرسم بكرة لا، يمكن تقطع جمعة ما أرسم. بدنا نحكي شوي أكثر عن البورتريات، وبتمنى يمرقوا الصور على الشاشة. أيمن، بدي أطلب منك بليز نسيت الكتالوج على الطاولة، بدي أشوفه اللي بيضم أعمال لكريستين. قدمتي معرض كريستين، شكرا، بضم مجموعة من اللوحات لأبرز الشخصيات مش بس من لبنان إنما كمان من الدول العربية والعالم. ليش اخترتي هالشخصيات؟ وأنا هيك عم بيمرقوا على الشاشة هون. جبران لأنه بيمثل الفكر اللي هو كان يحكي عنه، هذا الضوء اللي شايفينه بوجهه. كل واحد من البورتريه بحب انا احط روحه بقلبه، يعني شيء موجوده. يعني رسمتي هالشخصيات اللي كلنا بنعرفها بكل انحاء العالم، مثل ما نحن الناس بنشوفنا او مثل ما انت الرسامه بتشوفيهم. مثل ما انا بشوفها ومثل ما غيري بشوفها، مثل ما هو مثلا سعيد عقل بتطلعي شيء بتلاقيه الانسان هيدا الحالم. يعني بتدخلي لاعماق الشخصيه؟ ايه، وبحاول ابرزها بقلب البورتريه. يعني شخصيات مثل أدولف هتلر، بريجيت باردو، مين هون؟ هون زكي نصيف. زكي نصيف الإنسان البسيط، بساطته نعم. كلها مبينة بوجهه. يعني حاولتي تظهري كاركتير الشخص بملامح وجهه. مزبوط. سيدي فيروز هون، شو حبيتي تقولي بهاللوحة عن السيدي فيروز؟ في ألوان هون، ألوان فرحة. ايه ألوان فرحة، هيدي اللوحة مأخوذة من مسرحيتها اللي هي قديشها حزينه، بس بهيدي اللوحه بتعبر نعم. عن الفرح اللي هي عم تعطيه للناس من خلال اغانيها ومسارح تبعها. ألفيس بريسلي كمان. اعمالك كثير حلوه كريستين، واكيد نالت اعجاب المتفرجين. بتفكري تركزي على الرسم كمهنه لإلك؟ يعني او بعدك بتقولي لليوم انها هوايه؟ هي هوايه، بس احتمال كبير انه صير مارسها كمهنه. خبرتك بالمحاسبة واضحة، يعني 20 سنة، هل إلى مكان بلوحاتك؟ يعني بتتجسد بمكان ما؟ أكيد بدها تتجسد، يعني من الأرقام فيك تعمل الـ 3 dimension والبرسبكتيف يعني بس أعطيك فكرة. كان عندي ضيف من فترة كمان عنده شغف كبير للفن وبنفس الوقت متخصص بالكمبيوترز، قدر يجمع بين الاثنين وصار يعمل لوحات بتجسد الإلكترونيك بوردز أو اللوحات الإلكترونية. إيه في يعملها، يعني من خلال الإلكترونيك بوردز في يطلع منه اللوحة. نعم. يعني آخر معرض عم تشتغلي عليه عنوانه Eye from the Sky، ومصدر إلهامه كان الفضاء، وهون عم نحكي ناسا وعم نحكي الأمور مظبوط. الكون النازا من فترة مش كتير يعني بعيد بال 2012 نزلت صور ما حدا شايفهم، يعني بالكون ما حدا شايفهم غير النازا اي يعني. نعم. فأنا حبيت كتير الكالورز اللي موجودين بهيدول الصور، ونحن كإنسان عادي ما بنعرف، ما فينا نشوفهم، يعني ما فينا نشوفهم، ما في حدا يشوفهم إلا ربنا. إذا بتطلعي عليهم عم بحاول أنا أجسد فيهم لهدول اللوحات الـ 2D dimension، وأقدر أخلق منهم لوحة يقدر حيلا إنسان حتى ببيته كديكور يستعملها. حلو، أيمتى رح نشوف هالأعمال؟ بعد مطول هيدا، رح ياخد بعد وقت كتير لأنه كتير مشغول بدقة، وكمان بنفس طريقة البوب آرت والبوانتاج. نعم. معقول تستعمل الميكست ميديا هون؟ لا نو.
ركزي بس على اللوحات الزيتية. كريستين، في رسامين بيقولوا انه بالنسبة لهم الرسم هو حاجة، غيرهم بيقول انه الرسم لهم وسيلة للتعبير. بالنسبة لك شو الرسم؟ بالنسبة لي الرسم فانتاسم، يعني ساعة اللي بدي أنا بقدر أعبر عن الأشياء اللي جواتي. إذا قدرت عبرت فيها باللوحة، بس بكل الحالات هو بالنسبة لي فانتاسم. وين بتعبري أكثر، بورقة وقلم والأرقام أو بريشي ولوحة؟ باثنين سوا. باثنين، مش مهم الوسيلة، المهم يبقى عندك هالشغف كريستين، ويتبقى عندك هالمساحة لتقدري تعبري عليها. نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله بنشوف أعمالك الجديدة قريبا. أهلا وسهلا فيك. مرسي لكم. وقفي قصيرة مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.